يا ترى تحب ابنك يطلع كريم كده بسذاجة واللي في جيبه مش ليه وبيمشي يوزع فلوسه كده على خلق الله، ولا تحب ابنك يطلع عارف قيمة القرش وحريص وبيحسبها قبل ما يصرف القرش وكأنه بيفرط كده في حتة منه؟ ايه دي ولا دي؟ انت هتفكر اكيد لا دي ولا دي طبعا، ده مش حلو وده مش حلو. هذا البرنامج برعاية. احنا النهاردة في الحلقة دي هنتكلم عن الفلوس، ولادنا والفلوس، ازاي علاقتهم بالفلوس تبقى مظبوطة. انا طول الوقت عندي الرعب ده مع ولادي، مش عايزهم يطلعوا خايبين في حكاية الفلوس دي زي حالاتي، ومش عايزهم برضو في نفس الوقت يبقوا يعني بيخافوا على القرش كده وشخصيتهم مش حلوة. لازم تعلمه يلم ايده امتى ويحوش امتى، ازاي يصرف القرش في مكانه وفين مكانه ده اصلا. لازم يبقى فيه علاقة متزنة ما بين ابنك وما بين مفهوم الفلوس. تعلمه لغة الفلوس، ودي لغة لا بيتعلمها في مدارس ولا بتنزل في مناهج. من وهو عنده 3 سنين لازم يعني تفتح له كده المواضيع وتفهمه. تخيل من بدري جدا، انت ابنك بيتولد من هنا وبيبدا يعيط ويزن اول 6-8 شهور كده، وبعدين بيبدا يعرف حرفين 3 يطالب بيهم باحتياجاته الاساسيه، مام باب كخ باي امبو، بيمشي اموره كلها، بيتكلم كل الكلام بالحاجات. بعدين بيتحط في مواقف كده زي مثلا ان خالتك اللي اول مره تشوفه فتوجب معاك وتنقطه وتدي له قرش صغنن ورقه مش عارف ايه، تمام، ورقه ب200 يعني لو بالنسبه له هو قرش صغنن، او في عيد ميلاده حد يجي كرمش له 50 يقول لك خد قرش من عمو حبيب. فالولد بقى يبدا يلقط كلمه قرش دي، تمام، تضاف للقاموس ويخزنها. فجاه تيجي تدي له اللعبه البلاستيك اللي بتزمر دي عشان خاطر يسكت، يقول لك انا عايز قرش بس. تتنطط انت بقى، الواد عارف الفلوس، الله اكبر، ده فال حلو ده ايه يا واد ده، هتطلع مدير اداره ماليه يا ابني، ايه ده، قرشك صاحبك، وتدي له بقى جنيه يلعب بيه عشان تقول انا ابني طالع يلعب بالفلوس لعب زي، فاهم؟ لحد هنا جميل. الولد بيكبر شويه بقى، وفجاه وانت قاعد مع مامته بتقسموا فلوس الايجار وقسط العربيه والحاجات دي، الواد يدخل عليكم فتقوم ايه تبك كده وتغمز لها جامد، اشتقفلي بقى على الموضوع، الواد جاي عشان خاطر الفلوس اللي مش بتاعتنا دي، وكأن الكلام في الميزانيه بتاعت البيت ده قدام ابنك هيخليه لا مؤاخذه ينحرف. ولو الواد بقى جه سالك في يوم من الايام، بابا وانت بتقبض كام؟ ماما هو احنا واخدين قرض من البنك؟ ماما يعني ايه جمعيه؟ بتقول له لما تكبر يا حبيبي، لما تكبر مش وقت. ماما طب فلوس مين اللي معاك دي؟ تقول له دي فلوس ناس تانية. ايه اللي فلوس ناس تانية يا حاج، انت بتلم الاجره، ما فلوس ناس تانية مين؟ ما هي معاكي في البيت واضحه في الصندوق. ايه يجي الاب الحنون يسالني يقول لي انت ليه عاوزنا شايل ابن حبيبي المسؤوليه واشغل دماغه بالمصاريف اللي لينا واللي علينا وبتاع؟ كده كده بكره هيكبر وهيعرف. اهو الطفل الغلبان اللي مش راضيين تفتحوه في مسؤوليه الفلوس ده وتدوله مصروف مخصوص وتعلموه يحوش ايه ويصرف ايه من صغره، بكره هيكبر ومش هيبقى عارف لا ينظم مصاريفه ولا يشتري حاجه لنفسه ولا يشيل له قرشين ينفع بيهم نفسه، هيبقى شبه ناس كده. مش عايز ألقح على حد، هيبقى فاكر ان حل الازمه الاقتصاديه ان احنا نطبع فلوس كتير من البنك وخلاص. دلوقتي احنا هنفترض كاننا احنا الخمسه كده اشتغلنا مع بعض وكسبنا فلوس، احنا هنبقى مسؤولين عن البيت، فهنشوف نحط قد ايه في كل واحده من دول، ده الفلوس اللي هنحوشها. طب احنا ليه بنحوش؟ انا فاهم، عشان نجيب حاجه، نجيب حاجات للبيت. ده ايه ما حوشتش المصاريف دي اللي هي الفلوس اللي معانا لازم نصرف منها كل يوم، اللي كل يوم نصرفها على البيت. بالظبط. ايه بقى ده؟ الفلوس اللي احنا بنبعتها لحد عشان هو يعني عايز فلوس، حاجات للبيت عشان نديها للمحتاج. لا دي اللي هنديها للمحتاج، الطلبات دي مقصود بيها ايه؟ لو عندنا مثلا هندفع فاتوره الكهرباء، بنزين، طلبات لينا احنا محتاجينها زي الصيانه مثلا، زي الضرايب، لازم ندفعها ولازم نعمل حسابنا من الفلوس اللي احنا بنكسبها ان احنا نحط فلوس للسند او للطلبات. أوه. اخر حاجه بقى اللي هي كنت انت بتقول عليها اللي هي ايه؟ نديها للمحتاجين، نساعد بيها حد ونتبرع بيها. احنا معانا اهو الفلوس بتاعتنا، هنقسمها ازاي؟ هنصرف قد ايه وهنحوش قد ايه وهنشيل للطلبات وهنساعد الناس بقد ايه؟ اسمع، نحط 4 في 1، 4 في 1، 4 في 1، 4 في 1. نتناقش في اللي بريتي قالته. بريتي بتقول ايه؟ بتقول احنا نوزعهم بالتساوي على الاربعه، صح؟ مش قصدك كده؟ صح. مش هينفع قوي. ليه بقى؟ لان احنا عندنا المصاريف بتاعت كل يوم دي بتبقى ساعات اكتر شويه، صح، محتاجينها كتير. صح. انا عارف احنا هنعمل ايه، هندفع 10 اللي من كل الناس اللي محتاجه. استنى، ما تحطش غير لما نقرر مع بعض. احنا مش احنا كسبنا الفلوس دي مع بعض؟ يبقى نتفق ان نعمل مع بعض. انت موافق على 10؟ 20 40 للناس المحتاجين. انتوا متفقين على 20؟ خلاص يبقى ننقي احلى 2 عشان دي اللي هنديهم للناس بقى نساعدهم. هنحط هنا 2. خلاص ماشي. احنا طلعنا فلوس اللي هنساعد بيها الناس. طب هنصرف كام بقى طول الشهر؟ استنى، محتاجين اكل مثلا، 50. نصرف 50 طول الشهر؟ لا، 40 طول الشهر. تعالوا نشوف نحوش كام بعدين نصرف الباقي، صح؟ اصل احنا لو صرفنا صح ممكن ما نبقاش في فلوس نحوش. الاول هنشوف، اتفقوا مع بعض بقى، شوفوا هتعملوا ايه. 10 جنيه في الشهر.
أنا هسمع كلامك. كل واحد هياخد 40 جنيه. إحنا لو حوشنا هنلاقي فلوس بعد كده نشوف طلبات البيت. خلاص حطينا دول وحطينا دول. طيب نشوف بقى هنحوش مثلا كام ونصرف الباقي؟ هنحوش 50 ونصرف الباقي. إيه رأيك يا نعمان؟ هنحوش 50 ونصرف الباقي. نحوش 50 ونصرف الباقي. كلكم موافقين؟ يعني لو شلنا 50 واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة هيبقى فاضل معانا كام نصرف؟ هنشوف ده يكفينا نصرف ولا لا. واحد اتنين تلاتة. ايه ده في حاجة مكتوبة أصلا؟ ايه أم نهى؟ لا احنا مالنا بس. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية. 80 جنيه نحوش 20 ويبقى معانا 100 مصاريف. مصاريف أصل احنا خمسة فنعمل ايه؟ يعني ممكن بما ان احنا خمسة ودي المصاريف بتاعتنا ممكن مثلا نخليهم 100. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. دي فكرتي معرفش انتوا تشوفوا ايه رأيكم. أنا بحس انه كل واحد يبقى عنده 20 بتوعه ويصرف بيهم طول الشهر كده. ماشي دي المصاريف. ايه رايكم؟ ماشي. يبقى احنا كده حوشنا كام؟ انا قلت 40. 40 حلو قوي. انت فكرتك حلوه قوي. ما انا اخدت الفكره دي منك انت. انا كمان اخدتها برضه. انت خدتيها منه؟ خدتيها مني انا بعد ما انا اخدتها منه. بس كانت مفعصه شويه بس انا اخدتها منه خدتها جامد. يبقى دي فلوس اللي هنصرف بيها عشان بقى عايزين نعد كده في الاخر احنا عملنا ايه. حلو كده. رتبهم بقى. اول حاجه الفلوس اللي هنصرفها، بعدين دي اللي هنصرفها كده كده، بعدين دي فلوس اللي محوشينها ودي اللي هنعمل لها شير. احنا حطينا كام هنا؟ فاكرين؟ 100. وهنا كام؟ 40. وانا حطينا كام؟ 20. برافو عليكم عشان انتوا اديتوا فلوس تساعدوا الناس ب 20. احنا ليه محتاجين سيف وليه محتاجين شير؟ ليه؟ محتاجين شير عشان الناس اللي محتاجه. صح. فنحتاج نديهم فلوس، والسيف عشان نحوش فيبقى عندنا فلوس ندفع بقى باقي الضرائب ومصاريف. طيب. وربنا برضو هيكرمنا بحاجة أحلى من اللي احنا صرفناها. صح. لارا عشان ربنا يدينا حسنات كتير. صح. عشان ربنا يبني لنا قصر كبير في الجنة. قولي لي يا بريتي بقى احنا ليه عندنا لازم نعمل سيفينج؟ عشان لو احنا عايزين مثلا نجيب حاجة. صح. احنا في حاجات بنشتريها كل يوم، حاجات صغيرة بنشتريها كل يوم، في حاجات تبقى اكبر محتاجين نحوش لها، وكمان لو الفلوس دي خلصت ممكن اخد من اللي انا محوشه. صح. صح. حلو قوي. حد عايز يعدل اي حاجه في عايز في حاجه من هنا احطها هنا؟ لا 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 كله تمام كده. نحسب ان احنا تمام. نتكل على الله نبدا الشهر. ماشي. نقوم نشتغل تاني عشان نجيب فلوس تاني. يلا انا بحب ان اشتغل قوي. وانا كمان. من هو صغير ابدا اعلمه المسؤوليه الماليه. في الاول ابنك مش هيبقى فاهم قيمه الفلوس دي، لكن بعد ما يعدي 3 سنين او اكبر بشويه هيلاقي ان كل اللي حواليه بيستخدموا شويه ورق كده عشان يجيبوا الحاجات الحلوه اللي هم محتاجينها. هيشوفك في المحلات، هيشوفك في السوبر ماركت، هيلاقي الناس كلها في السوبر ماركت بتستخدم نفس شويه الورق، وعمه اللي بيبيع اللعب وخالته اللي نقطته في عيد ميلاده. فهيعرف انه لازم يكون معاه فلوس عشان يجيب الحاجات اللي محتاجها. بعد كده ممكن تعرفه على اشكال الفلوس وقيمتها وبعض المصطلحات الاساسيه زي المقايضه. يعني مثلا هو بيلعب في البيت هو واخواته وعمالين يتخانقوا على اللعب، فكرة التبادل انه يقايد، سميها اسم كده سهل. نادي واقترح عليه كده ان هم يبدلوا مع بعض اللعب، يدي لاخوه المسدس ياخد هو الكره الكفر يلعب بيها شويه. فش حاجه برضو. بعد شويه اعمل له مصروف ياخده مع المدرسه، عوده يشتري بجزء منه الحاجات الحلوه اللي هو بيحبها، ويحوش جزء منه كل يوم او كل اسبوع على حسب ما بتديله انت، علشان خاطر بعد شويه ممكن يشتري حاجه تانية او حاجه اكبر. هو اسمه توازن مالي، يعني ان يكون اللي بيصرفه على قد دخله، ويبقى عامل حسابه ان في جزء بيشيله على جنب. وفي وسط كل الحديث عن الأموال دي كلها ربنا طبعا يزيد ويبارك، عمالين نتكلم عن الفلوس بس يعني ما بنشوفهاش. اوعى وانت بتعلم ابنك المسؤوليه الماليه تطلعه مادي وانت مش اصلا. لو العكس بقى تمام، احنا بقى عمالين نطبق كل الحاجات دي ونقول ميزانيه ويلا يا حماده وبتاع الطماطم وبتاع، فيطلع الواد ايه مركز في الفلوس اكتر من اي حاجه. لازم زي ما بتعلمه يحوش تعلمه يساهم بجزء من مصروفه على الاقل مره في الاسبوع ويساعد حد. لازم يكون متعود على فكره العطاء من غير ما يستنى اي مكافاه. وبيعمل كده ليه؟ بيعمل كده علشان خاطر ده الطبيعي. احنا لازم نساعد الناس، لازم الاخرين يبقوا سعداء واحنا قادرين نسعدهم بجزء من الفلوس اللي معانا. هذا البرنامج برعايه